الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم جعل لأهل القرآن مزية وأي مزية ومنزلة رفيعة علية ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أما بعد، سعادة الأستاذ طلعت ألفت راعي حفلنا الكريم، سعادة الدكتور أحمد بن حسين لبان مشرف وقف دار الفرقان، سعادة الأستاذ عصام بن حسن سعد المدير المالي والتنفيذي لوقف دار الفرقان، زملائي معلمي ومنسوبي وقف دار الفرقان، أبنائي الطلاب، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها وتنبح مسكا وريحانا. نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى فقرات حفلنا تلاوة من الطالب زبير هوساوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن نفتح مجالا لأي من الطلاب يريد المشاركة فليتفضل. أحد عنده مشاركة يا شباب؟ يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والآن مع كلمة راعي الحفل الأستاذ طلعت ألفت فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونال الساعة المباركة من رحمة الأطفال مدرسة الأطفال وبرعاية الأساتذة الكرام. تذكير للطلاب وتذكير نفسي بتقوى الله وب المدخل الحلال، الدخل الحلال بنى جسم، أي جسم بني على الحرام الحديث يقول فهو بالنار. كثير من الناس متعلمين ومثقفين وبعضهم حفظة يأكلون حقوق الآخرين،
فيأخذون مناصب الآخرين. طبعا الظلم أنواع، وأخذ الحقوق وأخذ حقوق الناس أنواع، لا تتمثل فقط بالمال بس، وحتى في المناصب قد شخص يكيد لشخص، شخص يأخذ مكان شخص، شخص يغتصب أرض شخص، وشخص يأخذ مال شخص آخر. طبعا والقصص كثيرة عاقبتها سيئة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وهناك قصص كثيرة تدل على أن المال الحلال يبقى ويحفظه الله من عنده، كما تعرفون في سورة الكهف كان أبواهم صالحان أبوهما صالحان، والله حفظ لهم مالهم. على وعلى هناك قصص كثيرة في الحياة، يعني من الذي رأيناها يعني في الحياة وسمعناها من أخواننا الكبار وآبائنا، أن هناك شخص اغتصب أرض لشخص آخر وقام بزراعتها وإلى آخره، حتى أصبحت الأرض تستحق الملايين من الريالات. لكن للأسف بعد وفاة الأب وأخذها الابن الأكبر له، تخيل ماذا باع، ما فعل بالأرض هذه، باعها بأبخس الأثمان، لأن الأرض أساسا ليست له، مجرد باعها بسعر ما زرعها فيه فقط. طبعا ممكن لصلاح الوالدين الله طهره في الدنيا عشان لا يأكل الحرام، ولكن باقي حسابه عند الله. فسبحان الله، يعني القرش الحلال ينمو لو كان قليل، والله يبارك فيه. الإنسان ما يستعجل على إنه يغتني بسرعة، سواء كان عامل أو معلم، اللي يخرجوا من المدارس ويتركوا الحصص ويتركوا الطلاب ويقول لك هذا وقت استقطع لي، هذا من حق، إلا إذا أزل مديره. فهنا عملية قرش الحلال جدا جدا كثير متهاونين فيها، ناس يقول لك هذا حق من الدولة، والدولة فيها هناك تفلت في المظائف وفي الأمور، أنت محاسب بنفسك على نفسك، ما لك شغل غيرك، أنت تتقي الله في عملك وتحلل قرشك. طبعا مع الصلاة، طبعا ترك الصلاة هذا شيء ثاني ما مفروغ منه، ورضا الوالدين، شوفوا رضا الوالدين أجر وأجرة، أجر وأجرة في الدنيا والآخرة. الأجر من الله معروف، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه والوالدين إحسانا، ورضى الله من رضا الوالدين. الأجرة فلاح في الدنيا، فلاح، تجد الناس وتجد الأعمال تتيسر لك ويتوسع لك الرزق، وتوفق ويرفع شانك في مكانك أو في بلادك أو في أي مكان كنت. فهذه نقطتين رئيسية، أنا دائما شخص مر علي هذه التجارب، ولله الحمد دعوة والدينا جعلتنا في أحسن حال من ناحية الدنيا، فهمت؟ أخواني كذلك عملوا على تربيتنا أن نأكل القرش الحلال ولا نزكي أنفسنا. قد يقول الإنسان أخطأ وما في أحد يزكي نفسه، ما سلم من الزلات إلا سيد الكائنات، لكن الإنسان ما اجتهد أنه لا يأكل الحرام بأي طريقة، مو بالتحايل، حتى بالعمل الموظف العامل أي طريقة أخرى. ورضا الوالدين، الآن كثير منا تحصلوا الشخص الملتزم يراعي زوجته، والأولاد مصغر يخسر أبوه، ولا يكلم أبوه كلمة ينطله يبصله بعين كده، كل هذه يحاسب عليها. كل ما كان متواضع لوالديه كل ما الله وفقه، كل ما كان متواضع لوالديه الله وفقه ويسر له أموره وشرح له صدره، فهمتوا؟ طبعا والكلام كثير، وأشكر الأستاذ أحمد اللي أتاح لنا هذه الفرصة، ونسأل التوفيق، والله يكتب لكم الأجر وأنتم في أحسن مكان يا حفظة كتاب الله. الله يجمعنا معاكم واجعلنا من أهل هذه الخاصية، ويطعمنا القرآن، يا رب اطعمنا القرآن، اللهم اطعمنا القرآن واجعله
نور لنا في قبورنا واشرح في صدورنا يا ربي. اللهم يا كرم يا كريم، واجمعنا مع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد. ولقد فاجأني الأستاذ أحمد لبان بهذه الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله أستاذنا خيرا على ما قدمه ويقدمه لخدمة أهل القرآن وخدمة القرآن. والآن مع كلمة ولي أمر الطالب عمر أبو يزيد، فليتفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أول رسالة أقدمها للإخوة في الإدارة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أولا أيها الأحبة، الإخلاص له دور كبير، والله عز وجل انتقاكم في هذا المكان أيها الأساتذة وأيها المشرفين، فهذه أعظم وظيفة، أن الله عز وجل يختارك في هذا المكان لتعلم كلامه. فأنا من هذا الباب أنصح نفسي وأنصحكم بالإخلاص، فإذا وجد الإخلاص بارك الله في العمل، بارك الله في العمل، بارك الله في العمل. ثانيا، رسالتي لأبنائي الطلاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختاركم من هذه الخيرية. من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على خيرية هذه الأمة؟ أبناء الطلاب، خيركم، يا سلام، ارفع صوتك، يا سلام، أبطال ما شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وإيش؟ علمه، يتعلم ويعلم، تمام يا شباب. في ثاني شيء، أنا أقول إن القرآن صعب، صح؟ صعب القرآن؟ مو صعب؟ إيش الدليل؟ اللي يعطيني دليل جائزة من عندي، هاي سورة القمر يا حفظة، بطل ما شاء الله عليك. ولقد إيش؟ يا سلام، إيش اسمك يا شيخ؟ خلاص سجل اسمي يا شيخ عندك، ذكروني فيه إن شاء الله، لا تخلينا نروح بس بعد اللقاء إن شاء الله، بعد الكلمة تجيني يا سعد. يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا شباب، أبوك وأمك في البيت يقول لك تعال اقرأ يا ولدي، تقول لي صعب، أوف صعب، لا ما في صعب، قرآن سهل، بس أنت رتب وقتك، رتب وقتك، عط القرآن اهتمامك، الله عز وجل ييسر لك حفظه، صح؟ صح يا شباب؟ محلكم معي صح؟ لكن واحد ينام ويجيني عند مدرس ليش ما حفظت؟ والله ما عندي وقت. لا مو صحيح، عندك وقت، عط الله عز وجل، الله عز وجل أعطاك 24 ساعة، خلي الله عز وجل نص ساعة بس تحفظ فيها، صح؟ رتب وقتك نص ساعة لله عز وجل اهتم فيها، والباقي ما هي مشكلة مع المدارس، مع طاعة الوالدين، مع الصلاة، صحيح؟ نسأل الله لي ولكم التوفيق. وهذه رسالة أود أنكم تطبقونها في حياتكم، وسرى النتيجة، نرى النتيجة إن شاء الله معكم يا شباب. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزا الله الأستاذ عمر على ما قال، وكتب أجره إن شاء الله في موازين حسناته. الآن مع تكريم الطلاب المتميزين لهذا الشهر في وقف دار الفرقان، ونبدأ الآن أول شيء بالسحب. الطالب محمد الحسين الحسين من حلقة الهدى. الطالب مصعب حسن كرم من حلقة الذكر.
الطالب أحمد صابر نجم الدين من حلقة فاطمة الخير. الطالب عزام باتع الحربي من حلقة البيان واحد. الطالب موفق بكداش من حلقة الحكمة. الطالب أمجد طاهر بخيت من حلقة البيان اثنين. الطالب عمر محمد حافظ هوسة من حلقة النور. الطالب يوسف إبراهيم محمد أحمد من حلقة التأسيس اثنين. والطالب ماهر محمود بخش من حلقة التأسيس واحد. الطالب عصام عبد المنان الصيني من حلقة التنزيل اثنين. الطالب حسين حسون من حلقة التنزيل اثنين. السحب على المركز الثالث. الطالب عمر محمد حافظ هوسة من حلقة النور. الآن السحب على جائزة المركز الثاني، جائزة هاتف جوال. الطالب موفق بكداش.
الآن السحب على جائزة المركز الأول جوال تابلت. نبغى واحد أنا هناك يا حصري. تعال يا حصري. تعال يا حصري يا احمد. اسحب اسحب الحصري. تعال حصري. تعال اسحب انت يا حصري. عشان اسحب ولا يا حبيبي. تعال يا حصري اسحب. اعطيها وهاب قادر. وهاب من حلقة التنزيل واحد. من وهاب؟ موجود الله. تفضل يا استاذ ماجد. تفضل استاذ محمد الياس. تفضل الاخوه المدرسين يجون هنا لو سمحت. هنا نسمع يا شباب. الآن في ثلاثة جوائز وعندنا كم مدرس هنا؟ اثنين بس. عندنا كم مدرس هنا؟ جائزتين عندنا. كم مدرس عندنا؟ أربعة. عندنا أربعة مدرسين. تمام. الفكرة من هذه الطريقة إننا نقول للمدرس أنت مدرس حط في ذهنك واحد من الطلاب الجالسين هنا. يحط في ذهنه. خلاص كل واحد منكم يحط في ذهنه. تمام معاي انتم الحين؟ حطيت في ذهنك واحد وانت حطيت في ذهنك واحد وانت حطيت في ذهنك واحد والاستاذ ماجد حط في ذهن واحد وهنا كمان في ذهنك واحد. استاذ طيب صرنا كم؟ كم دحين عندنا؟ اثنين واربعة ستة. خلاص أنا دحين رقمت كل مدرس برقم في ذهني. كل مدرس رقمته مو شرط بالسلة، لا كل مدرس رقمته بذهني برقم. واضح؟ واضح شباب؟ نبغى أخونا إيش اسمك أنت؟ إيش اسمك أنت؟ إبراهيم؟ عمران. عمران قول أي رقم من واحد لستة. خمسة. خمسة. خمسة بسات ياسر. البراء عمر الحربي. البراء عمر الحربي يا سلام. طيب دحين باقي كم دحين؟ باقي كم؟ خمسة مو صح؟ راح ستة. الأستاذ عصام، اختار الأستاذ عصام رقم. من واحد إلى خمسة. أسد قاسم إحنا ما حسبناك بالمنظومة. ها؟ معانا طيب. برضو أحسب من واحد لستة. يلا. أربعة. معلش ما برمج دقيقتين. دقيقة خليها برمج. أعيد برمجة. طيب.
ها؟ سجاس الخاص تفضل. ايوه ايوه صح. يلا الان استاذ ياسر، استاذ عصام برمج، خلاص برمج. استاذ ثلاثة الاستاذ. اوه بسم الله. وليفا بخيل خان. فين فين؟ يلا. يستاهل، ممتاز، يا سلام. شكرا لكم جميعا. اي تعال فين الطالب؟ والآن يتفضل الأستاذ عصام بن حسن ساعد المدير المالي والتنفيذي لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا خلاص كذا طيب إن شاء الله. نشكر الأستاذ طلعت الفت لحضوره ومشاركته في برنامج التكريم الشهري. كذلك نشكر الأستاذ أحمد لبان والأخوة المدرسين على تعاونهم في إنجاح برامج وقف دار الفرقان. شكرا لكم. في نهاية هذا الحفل يطيب لنا أن نرحب بكم، ونأمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في كل مناسبة خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.